أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، أهلا بكم لنشرة الأحوال الجوية. اليوم الأجواء ستكون مستقرة في عموم المناطق، درجات الحرارة طرأ عليها انخفاض واضح منذ يوم أمس في العديد من المناطق الوسطى والشمالية، وتبقى على ما هو عليه الحال لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى. الأجواء اليوم في العاصمة الرياض أجواء صافية، تميل درجات الحرارة للاعتدال في ساعات النهار، كحد أقصى تصل درجة الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. دعونا نتعرف الآن على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة والأحوال الجوية في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من سكاكا من 22 إلى 12، في عرار من 21 إلى 12، وفي تبوك ترتفع العظمى إلى 24 درجة مئوية في ساعة النهار، في حين تكون الصغرى الليلة القادمة 10 درجات مئوية. المناطق الوسطى تكون في المدينة المنورة من 30 إلى 18 درجة مئوية، في جدة من 32 إلى 22، في مكة المكرمة من 34 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 23 درجة مئوية، في الطائف من 28 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 15 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة تكون في أبها من 25 إلى 11 درجة مئوية، في الباحة من 24 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 17 درجة مئوية، وفي جازان من 31 إلى 26 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء باردة الساعات الليلة القادمة، في الإحساء تهبط إلى 10 درجات العظمى اليوم 24، في الدمام من 25 إلى 14، سنشعر بأن الطقس قليلا يبرد في ساعات الليل حتى في المناطق الساحلية مثل الدمام، وفي حفر الباطن العظمى اليوم من 22 درجة مئوية، والصغرى الليلة القادمة 12 درجة مئوية. المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض أجواء معتدلة نهارا اليوم 23، الصغرى الليلة القادمة 13 درجة مئوية، وبالتالي يعني قد نحتاج إلى لبس بعض الملابس الثقيلة في بعض الأحياء والمناطق خاصة المكشوفة في العاصمة الرياض. في القصيم في بريدة تحديدا 22 درجة مئوية في ساعة النهار، الصغرى 13 درجة مئوية، أما في حائل العظمى اليوم 21 درجة مئوية و 21 درجة مئوية، والصغرى الليلة القادمة حوالي تقريبا 10 درجات مئوية. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية اليوم في المملكة، تفاصيل أوفى بشأن الحالة الماطرة المرتقبة سنزودكم بها خلال نهار هذا اليوم في النشرات والتحديثات المختلفة عبر تطبيق تقس العرب أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنكم دائما زيارة موقعنا arabiaweather.com. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.